فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع بعض الناس عندما يقرأ في سورة الفاتحة في الصلاة وعندما يصل إلى قوله سبحانه ولا الضالين ينطق حرف الضاد، ويكون مخرج الحرف قريبا من حرف الدال، والبعض يخرج الحرف فيتكون الضاد كحرف الضاء، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ التشدد في هذا لا داعي له. الناس يقرؤون والحمد لله يشددون الحروف التشديد على حسب استطاعتهم وقراءتهم، فالتشدد في هذا يشدد الضاد حتى تصبح طاء ولا الطالين، هذا من التشدد والتنطع، هذا لا يجوز، لا يجوز التشدد في القراءة والمدود والغنة، ما يجوز التشدد في هذا، بل ربما يزيد حروف في تشدده هذا ليست من القرآن. فالتوسط في هذا هو الاعتدال وهو الخير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.